بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف بجميع المستمعين يستمعوا إلينا في هذه الأيام الفضيلة، وكل عام وأنتم بخير. طبعا هذا لقاء مع الإذاعة الخارجية، إذاعة سمارت الخارجية، ونحن من إذاعة سمارت 40.16، ومعنا اليوم مستر شين. مستر شين صحيح؟ نعم صحيح. صحيح. في الإذاعة الداخلية، ومعنا في الإذاعة الخارجية مستر واو. نسمع منه. معكم مستر واو. ما هي إذاعتك؟ معكم مستر واو، إذاعة سمارت 53.97. ماشي. فهذا اللقاء يعتبر انطلاقة حتى نعرف الجماهير والناس كيفية البث على هذه الإذاعتين، وكذلك لدينا مسابقة 5 رمضان، ولدينا الجائزة الكبرى، ولدينا فقرات، فقرة الأحد اللي هي تعاد يوم الاثنين، اللي هي فقرة إيش تذكروني؟ دردشة. فقرة الدردشة اسمها فقرة الدردشة. طيب، ولدينا فقرة أخرى يوم الاثنين. طبعا هذا من كل يعني طوال السنة، لكن احنا بدأنا في رمضان، والبداية الرسمية، وهذا بث تجريبي، البداية الرسمية حتكون في 5 ذي الحجة. البداية الرسمية في 5 ذي الحجة، يعني كل اللي معانا ممكن يكونوا 1000 أو كذا، يكونوا مشاركين في المسابقة ومشاركين في الجائزة الكبرى بإذن الله. طبعا في فيديوهات موجودة في اليوتيوب، حنحطها على القناة، تدخلوا على التليجرام تلاقوا كل شيء موجود في التليجرام قاموس ومجلة جاك. طبعا للمستمعين. الآن اليوم نتحدث عن الفقرة الثانية، اللي هي فقرة إيش؟ إيش الفقرة الثانية؟ شاورهم وخالفهم. ماشي، شاورهم مخالفهم. أيوة. هذه الفقرة تخص الإذاعة الخارجية، يعني في نوع من الحوارات ومقابلات وحاجات مع المستهدفين. طيب، هنا نوقف التسجيل، نأخذ فاصل ونواصل.